أبدأ بسؤالي لك سيد الزرجاوي. أريد أبدأ من تحذير السيد مقتدى الصدر من عدم حل مشكلة الكهرباء خلال بضعة أيام، هل راح نشهد تصعيد يعني بالفعل احتجاجات، أم هناك حلول حقيقية راح تقدمها الحكومة لحل هذه المشكلة العظيمة يعني المشكلة الكبيرة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليك ولضيفيك ولجميع مشاهدي قناة زاغروس الفضائية. طرح سماحة السيد مقتدى الصدر مبادرة من عدة نقاط أوضح فيها أهم المشكلات والمسببات والمعالجات. طبعا مشكلة الكهرباء في العراق هي مشكلة معقدة وفيها تداخل إقليمي وتداخل دولي عقدتها منذ حرب الخليج الثانية، التي والعراق لم ينعم بهذه الخدمة، والتي هي من أبسط مقومات الحياة، لأنه الكهرباء اليوم هي من أساسيات المجتمع ومن أساسيات راحة المواطن. سماحة السيد لديه عدة خطوات باتجاه الكهرباء، خطوات سياسية، لديه كتلة سائرون. أول عملية قاموا بها سعوا إلى إقالة وزير الكهرباء وحملوه مسؤولية الإخفاق ولو مؤقتا. لا لكن سيدة حيدر، خليني أسأل تساؤلات مواطن وأرجو أن تعذروني من هذه تساؤلاتي. يعني البعض يقول لك أن وزارة الكهرباء هي للتيار الصدري، يعني من بداية تشكيل الحكومات المتعاقبة إلى هذا اليوم، هل فعلا أنه وزارة الكهرباء هي كانت للتيار الصدري؟ هل أخفق التيار الصدري وكتلة السائرون في ملف الكهرباء ونحن نعيش أزمة كبيرة وكثيرة؟ طبعا هذه تساؤلات يعني موجودة يعني والكل تتحدث بها. هاي تقع ضمن المغالطات والحرب، حرب التضليل التي تقودها ماكينات إعلامية تابعة لهذه الجهة أو تلك. وزراء الكهرباء ليسوا تابعين إلى التيار الصدري، بدليل أيهم السام الرائي وتعرفين انتماء محمد قاسم الفهدا ومحافظ الأنبار السابق. يقصدون المدراء والوكلاء يعني؟ لا، المدراء والوكلاء من كل العراقيين ومن كل الطوائف. وأزمة الكهرباء ليست أزمة محلية، طبعا يشترك فيها الفساد، يشترك فيها العمالة، تشترك فيها الصفقات المشبوهة، لكن فيها قرار وفيها عليها فيتو أمريكي. أنا خاف أقول اليوم فيتو أمريكي، وخاف أنه الشعب العراقي يسخر مثل ما سخر منه. أنه أكو كثير من التدخلات الدولية التي ساهمت في تقويض الإعمار والأمن في العراق، وإلا العراق لماذا يذهب إلى ربط كهرباء مع دول بالية بائسة؟ تقصد إيران؟ لا أقصد إيران. منو تقصد؟ العراق ربط مع منو؟ ربط مع الدول العربية. منو هي؟ الدول العربية اللي آخر مرة راد يربط منعتهم. يعني تقصد السعودية؟ لا مو السعودية، الأردن ومصر. يعني هذا الربط معهم. ربط لا ينتج يعني. ولا يحل القضية. سوى التلميح أبلغ من التصريح. لا أنا أريد تصريح يعني. يا الله إن شاء الله. القضية إنه يعني هاي مو حل الأزمة. أنت تيجي تربط مع الأردن وتوصل لك 100 أو 1000 ميجا او 1500 ميجا، العراق محتاج الى 10000 ميجا، هاي ال 10000 ميجا اذا بدينا نشتغل عليها من هسه ايش قد نطول بها؟ سنتين. ال 10000 ميجا تتحول الى 20000، فالعراق بحاجه الى اعاده تقييمه، الى اجراءاته الفنيه، حاجاته الفعليه، بحاجه الى شركات عملاقه مثل شركه سيمنز والشركات التي اثبتت جدارتها. شركه سيمنز نفذت مشروع في مصر وقدرت انه تحول الكهرباء الى يعني خلينا نقول مستمره، وجرى المشروع بسلاسه وباتمام وكملوه في حينه. اما انه انا اروح اعوف هاي الاجراءات كلها واجيب المحطات والمحطات ما عندي وقود الهين، او اربط مع دول هي فقيرة، هذا مو حل. الحل هاي كلها حلول ترقيعية بحاجة إلى حل حقيقي. يعني احنا اليوم أهم المشكلة اللي ذكرها أيضا تقريركم، اليوم ينضرب برج في صلاح الدين، العراق كله تطفى بالكهرباء، هاي ماكو شيء. كل دول العالم، كل محافظة. يعني أنا أفهم من كلامك، يعني ما دام سيد باسم القزويني ويانا وأيضا هو مقرب من الحكومة، أفهم من كلامك يعني أن الحكومة عندما ذهبت للتعاون مع الأردن ومصر كانت خاطئة في هذا الموضوع. مو خاطئة ولكنها لم تحل المشكلة. لا يعني أفهم ليست من كلامك. حل المشكلة، أنا أقول ليست حل أنه أنت تروح تسوي ربط مع دول أخرى وتشتري كهرباء وتستورد كهرباء وهي ما مقدارها 5% أو 10% من حاجتك. أنت حاجتك 10000 ميجا واط، شلون تروح تتعاقد على 1000 ميجا ونص ويراد الربط مالها سنتين إذا نحسب تكاليف الربط والأسلاك؟ وإحنا مثل ما قلت لك برج يوقع بصلاح الدين
تطفى الكهرباء بالعمارة وبالبصرة. فلذلك لكن السيد رئيس الوزراء يشوف أنه هذا هو الحل ربما لتخفيف أزمة الكهرباء ويتعامل مع يعني دول عندها خبرة في هذا المجال. نعم. تعرف أنت مصر صار عندها اكتفاء ذاتي اكتفاء ليش لأنه تعاقدت ويا سيمنز. نعم. أنا ليش أعوفن سيمنز وأروح لمصر؟ نعم. طبعا اروح مباشره لمصر، لكن شركه سيمنز وايضا العراق علي فيتو ما يتعاقد مع شركه سيمنز. وهذا نعم. ما ذكرته صحيفه التايمز البريطانيه انه اداره الرئيس ترامب قام بضغوط كبيره على الحكومه العراقيه. نعم. من اجل الغاء التعاقد مع سيمنز واستبداله بالربو سيد القزويني.